ضرب إعصار عنيف في منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار نصائح وإرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل. والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوبي غربي العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.